الدوري الانجليزي على صعيد ساخن، يعني شايفين الارسنال ومان سيتي في زي لعبه اللوتو الفار زي ما بيقولوا، دايما في سباق قوي، سباق شرس جدا. متبقي تقريبا 11 مباراه كابتن هاني، 6 خارج الارض لكل واحد فيهم وخمسه على ملعبهم، في صراع قوي. يعني فرق دلوقتي 5 نقاط ما بين الارسنال وما بين مان سيتي. مان سيتي بينافس لاخر لحظه، ما تقدرش تتوقع ان الارسنال حسم البريمير ليج هذا العام، لا لسه في كلام، في 11 مباراه زي ما بنقول، ولكن في بس دوافع فيها شكلها كده رحل للارسنال. ده اللي انا عايز اقوله. يعني ساعات بيبقى في مطبات كده للارسنال، وبعدين تلاقي الماتش اللي بعديه المان سيتي بيقع. يعني في حاجات كده تقول رحل للارسنال. يعني صحيح، يعني في بوادر بتقول لنا كده ليه، لان اللعيبه كلها كمنظومه بتلعب بروح عاليه جدا. صحيح. معظم المباريات اللي فاتت كابتن هاني يفوزوا في بلس 97، في بلس 90 دايما، دي 97 دي 93 دي 94، ده بيدلل ان في روح عاليه، في كفاح ولعب لحد اخر لحظه. شفنا المباراه الاخيره طبعا اللي هي على بروتموند، يعني اعتقد 3-2 في هدف بلس رجعوا، لا اللي 97 قبل كان الاخيره، يعني قبل الاخيره، يعني قبل كان في الاخيره 2-1 صحيح. المنتدى، 2-2 وبعد كده 3-2 هدف في الدقيقة 97. ده بيدلل على الروح القتالية عند المنظومة كلها اللي خلقها أرتيتا. أرتيتا بالمناسبة وصل للفوز رقم 100 من 167 مباراة مع الأرسنال. هو على صعيد كمدرب أيضا بيتوهج في صحيح. سلسلة الانتصارات مع فريق زي الأرسنال، بيكتب تاريخ لنفسه، عنده منظومة حتى مع مدربين اللي هو بيستعين بيهم المساعدين، يعني بيعتمد على اهم المدربين في العالم دلوقتي في السيت بيسز وفي الكرات الثابته، وازاي بيطور وبيشارك في الهيكل التكتيكي للارسنال. الارسنال عنده بالمناسبه في احصائيه ان عنده 3 لعيبه زي باريس سان جيرمان احرزوا بلس 10 في الاهداف في التوب 10 دوريات في العالم. يعني عايزين نقول مثلا مان سيتي الهداف هو هالاند، او هداف الدوري الانجليزي ب 28 هدف، ولكن الارسنال عنده 3 لعيبه احرزوا فوق ال10 اهداف لهذا الموسم. يعني مش لاعب واحد بس بينافس، ده معناه وده مهم جدا، مهم جدا بالزبط. يكون عندك عدد كبير من اللعيبه قادره على التهديف، يعني انت مش مستني هالاند بس يجيب لك جول. يعني صحيح، يعني شفنا مارتينيلي، شفنا ساكا، شفنا نجوم كبيره بيستقطب مهاجمين بيقدروا ان هم يخلقوا الفوضى، فاهمين بعض، شفنا الديناميكيه اللي ما بينهم يا كابتن هاني. طبعا نص الملعب لما شرحنا تكتيكيا ازاي هو منظم جدا، ازاي بيحاول ان هو يقفل كل الخطوط. لا، ارسنال مع ارتيتا هذا العام في توهج، في بوادر كبيره جدا رايحه ان هو يكون يعني صاحب اللقب لهذا العام. مان سيتي شويه بيب جوارديولا مشغول بالتشامبيونز ليج لهذا العام، وطبعا سأل في التصريحات انت عينك على الشامبيونز ليج هذا العام، هل دي هتدلل ان انت حققت يعني انجاز عظيم مع المان سيتي بغض النظر، او يعني بالاضافه للقب البريمير ليج؟ قال لا طبعا، بكل تاكيد انا منتظر الشامبيونز ليج، ويتمنى ان هو يحققها هذا العام، عنده مطب كبير جدا مع لايبتسيش. ويعني يعني طبعا القرعه ما كانتش صعبه بالنسبه له، لكن فريق لايبزيج طبعا فريق من الفرق الغلسه طبعا، الكرة تعادل واحد غلس واحد يعني. ساب يعني. طب لو محضرين يا جماعه النتائج الاخيره للجوله الاخيره في البريمير ليج، نشوف برضو يا بازل النتائج الاخيره للبريمير ليج في الجوله ال 27، وهكلمك طبعا عن ليفربول بعد الاداء الرائع وفوز كبير جدا على المان يونايتد، بينهزم من متزايل الدوري الانجليزي بورنموث بنتيجه 1-0، ايفرتون بيفوز 1-0 على برينتفورد، وليدز يونايتد يتعادل مع برايتون 2-2، توتنهام اخيرا بيفوز 3-1 على نوتنغهام فورست، وليستر طبعا في مستوى سيء جدا، ليستر سيتي السنه دي وهزيمه امام تشيلسي 3-1، كريستال بالاس وهزيمه امام مانشستر سيتي بهدف قاتل لهالاند بنتيجه 1-0، فولهام وطبعا الارسنال باداء اكثر من رائع حسم المباراه اعتقد في الشوط الاولاني ونتيجه 3-0، المان يونايتد التعادل مع ساوثهامبتون 0-0، ويست هام تعادل ايجابي 1-1 مع استون فيلا، واخيرا نيوكاسل والفوز على وولفرهامبتون.